الفرق بين تظهير الشيك وتسطير الشيك ووقف التعامل على الشيك. ثلاث حالات بيتم فيهم التعامل على الشيك. أول حالة وهي تظهير الشيك، إن الشيك بيصرف من شخص تاني خالص وبيسمى المستفيد التاني، وهي إن الشخص المستفيد من الشيك بيقوم بتظهيره لشخص ملوش علاقة ما بين الساحب والمستفيد الأول. الحالة التانية وهي تسطير الشيك، أو زي ما بيسموها بالبلدي قفل الشيك بسطرين. ساعتها لا يصرف الشيك إلا للمستفيد الأول وفي التاريخ المحدد لصرفه. أما تالت حالة وهي إيقاف التعامل على الشيك، ودي ما بتكونش إلا بأمر من النيابة العامة أو المحكمة، لأن لو فتحنا موضوع إيقاف الشيك على البحري كل واحد النهاردة هيكتب شيك هيبلغ البنك المسحوب عليه بوقف صرفه. ودول التلات حالات للتعامل على الشيك.